اقترف العبد من الذنوب تائبا إلى ربه مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الأرض وغربها، ممن يحج وممن لا يحج، أو ممن يحج وممن لم يحج، من أهل البر والبحر مع ما في ذلك من التفقه ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية، كما قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أجعل حديثي في خطبة اليوم حول ثلاث نقاط. النقطة الأولى: اختلاف الأخبار في تحديد وفاة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. النقطة الثانية: نقل نبذة عن مكارم أخلاق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. والنقطة الثالثة: رؤية الإمام الرضا عليه السلام للحج. أما النقطة الأولى، اختلاف الأخبار في تحديد وفاة الإمام علي بن موسى عليه السلام، لعل من تتبع أخبار ونقل تواريخ وفيات المعصومين عليهم السلام يرى أن الأكثر اختلافاً وقع في تحديد وفاة الإمام علي بن موسى عليه السلام، يعني أكثر من خبر. ذكر قسم من المؤرخين أنه عليه السلام استشهد في شهر صفر، وهذا هو المشهور، روايتين عندنا في صفر، 17 من صفر، والرواية الثانية آخر شهر صفر، هذا تقريباً المشهور. في قسم آخر يقول في غرة شهر رمضان، أول شهر رمضان استشهد عليه السلام. قسم آخر يقول لا، في نفس يوم استشهاد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يوم 21 من شهر رمضان، ومنهم من قال في الثاني والعشرين منه. قسم ثالث يقول أنه في شهر رجب. قسم رابع أنه في شهر جمادي الأولى. قسم خامس يقول في آخر شهر ذي الحجة، وهناك من يقول في هذا اليوم في 23 من شهر ذي القعدة، وهذا يذكر من يذكره الشيخ المفيد في كتابه مسار الشيعة، من كتب الشيخ المفيد كتاب اسمه مسار الشيعة، نقل في هذا الخبر أن الإمام علي بن موسى عليه السلام قضى نحبه، استشهد في 23 من شهر ذي القعدة. وجملة من العلماء والمحققين أيضا ذكروا، الشيخ عباس القمي في كتابه المعروف مفاتيح الجنان أيضا يذكر في اليوم 23 من شهر ذي القعدة أنه على رواية وفاة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وذاكر أنه من المسنون من المستحب زيارته في هذا اليوم، اليوم 23 من قرب أو من بعد، ونقل قولا خبرا عن السيد بن طاووس. طيب، فإذا ما نشوف احنا في تحديد معين لتاريخ الإمام، ولو أن مثل ما ذكرت في الحديث اكو قول مشهور الأشهر أنه في شهر صفر، ورب مشهور لا أصل له. بالنتيجة هو من جهة شيء حزب الخاطر، ونكون واقعيين أن واحد مثل الإمام علي بن موسى، هذه الشخصية العالمية اللي بلغت القمة في الفضل والمعرفة والخلق والتدين وكل منقبة، أن الواحد مضابط تاريخ رحيله سلام الله عليه. من جهة أخرى، هل اختلاف يجعلنا ننطلق للتحدث ولإلقاء الأضواء على أبعاد هذه الشخصية الرضوية من أجل الاستفادة منه، يعني في الوقت اللي حقيقة يعني هذا الأمر يؤلم عدم تحديد تاريخ وفاة الإمام عليه السلام، من جهة أخرى إذا الواحد يفعل كل هذه الأقوال فإنه يكون على مقربة من الإمام، من شخصيته، من حركته الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أذكر لكم نبذة من مكارم أخلاقه عليه السلام. كثير نقلوا عن مكارم أخلاق الإمام، بس أنا بذكر قول شخص عاصر الإمام الرضا عليه السلام، كانوا وياه وشافه واستفاد منه وكتب تقريرا عنه. من هذا الشخص؟ إن قال له إبراهيم ابن العباس. من اللي نقل عنه؟ اللي نقل عنه الشيخ الصدوق، الشيخ الأقدم، الشيخ الصدوق على الله مقامه، في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام. ونقل أيضا هذه الرواية الشيخ الفضل ابن حسن الطبرسي في كتابه إعلام الورى، من علماء القرن السادس الهجري هذا الشيخ الفضل بن حسن الطبرسي. شنو يحدث؟ شنو يقول هذا اللي مصاحب الإمام علي بن موسى وشايفها من الناس ومقارن ومقرر بالأخير؟ يقول إبراهيم بن العباس، وأرجو الانتباه والتوجه فلنستفد من الإمام سلام الله عليه. احنا اذا ما نبي نزوره من قرب نزور قبره، على الاقل نزور اخلاقه، نزور منهجه، نزور استدلاله الفكري، نزور احاديثه، يعني زياره عقليه قلبيه روحيه وجدانيه تكون. طيب ماذا يقول ابراهيم العباس؟ يقول: ما رايت الرضا عليه السلام جفى احدا بكلامه قط. يقول عمري ما شفت الامام علي بن موسى يجافي واحد يبتعد عنه بكلام، كان كله هو منه اللين، هو اللي يبادر. ما جفى، ما رأيت الرضا جفى أحدا بكلامه قط، وما رأيته يقطع على أحد كلامه حتى يفرغ. أي الواحد يتكلم يخلي الإمام يسمع 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 لين ما خلص، بعدين يبدأ يتكلم، يدري أن هذاك خلص اللي عنده. وإحنا في يومك هذا أساتذة في فن المقاطعة، ما نخلي الواحد يكمل حديثه. وتشوفون أنتم في بعض البرامج أحياناً أجيب مثلاً مقدم البرنامج ضيوف، واحد من الضيوف عنده حجة عنده برهان يبي يتكلم بينقل الصورة، أو المقدم أو الضيف الآخر يقطع عليه حديثه، ما يخليه يكمل فكرته، يعني ما راح توصل رسالته، ما راح توصل فكرته حق المشاهدين والمستمعين. هذا الأدب هنا. يقول: وما رأيته يقطع على أحد كلامه قط. بعد يقول: وما رأيته يشتم أحدا من مواليه ومماليكه قط، وما رأيته تفلة ولا قهقه في ضحكه. القهقه اللي هو الصوت المرتفع، القهقه الصوت المرتفع، تقرأ أنت في مبطلات الصلاة القهقه. أحيان الواحد بالصلاة يضحك بس حابس ضحكته ويخليها بنفس هوائي داخل، وأحيانا يصدر أصواتا بالضحك، هذه تسمى القهقه، هذه المبطلة للصلاة. يقول الإمام علي بن موسى عندما كان مثلا يضحك: وما قهقه في ضحكة قط، بل كان ضحكه التبسم. إذا بيضحك يتبسم. أكو بعض الناس لما يضحك صوته يوصل لخارج جدران المسجد، للدوار مال أرض المعارض، صوته عالي. عندنا إحنا هذا شيء مكروه. شنو بتبين للناس إنك قاعد تضحك؟ إن يا ناس أنا موجود شوفوني. عندك نقص، تحب حب الظهور، مريض، إيش فيك أنت؟ أكو أحياناً أمور يستحب الواحد فيها يرفع صوته، مثل بعض موارد التلبية لما تكون محرم، هذا مستحب. احيانا مثلا في فقره بدعاء عرفه ان شاء الله اذا تشرفتم بالحج، او لا بتقرون من بلدانكم وين ما كنتوا، بتقرون دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفه، عند مقطع الامام الحسين عليه السلام انه يذكر كذي الراوي، يقول: ثم مد بصره وراسه الى السماء وعيناه ماطرتان، ماطرتان يعني يبكي، ثم رفع صوته على صوته وهو يقول: يا أسمع السامعين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين. مورد لرفع الصوت. عندنا بعض الأحاديث يستفاد استحباب رفع الصوت عند الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا قول أحد الشعراء الأدباء.
اللي يقول أهل بيت طهروا من دنس ولهم في الكون أسمى درجات، فإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعد يكمل هذا إبراهيم ابن العباس يقول وما رأيته مد رجليه بين يدي جليس له قط، يقول الجلساء اللي عنده ولا مرة شفت مد ريولة قدامهم. إنزين بعد يقول ولا رأيته اتكأ بين يدي جليس قط. يعني شنو اتكأ؟ أحيانا تقول أتوكى على عصا، يعني أعتمد على عصا. أحيانا تقول أتوكى على مخدة، يعني شنو أتوكى على مخدة؟ يعني أستند على أسند ظهري أو أسند جانبي. شايف أكو بعض القعدات بالدواوين حاطين لهم أمخاد جانبية يستندون عليها، أو أمخاد بالظهر يستندون عليها. يقول ولا مرة شفت الإمام علي بن موسى عليه السلام وكان بين يديه جليس وهو متكئ. كل لما يجي جليس يكون بمثابة الاستعداد له، كأنه يقول أنا في خدمتك تفضل، مو أنت اللي جاي وقاعد بين إيدي وأنا ما أخذ راحتي. شوف هالآداب هذا، أين نحن من هذه الأمور من هذه الآداب؟ وايد مهم. أنت لما تقول إمام مفترض الطاعة صديق شهيد السلام عليك أشهد أنك تسمع كلامي تشهد مقامي، ويبي منك هالآداب هالأمور. يكمل الرواية طويلة بس بختم فيها كما ختم إبراهيم العباس، يقول وكان إذا خلى، إذا صار بروحه ونصبت له مائدته دعا ليكون معه على هذه المائدة المماليك حتى السائس والبواب. ما يأكل بروحه، يدعو مماليكه اللي يكون مدير مثلا أعماله، البواب على داره هم يجلسون معه على مائدته. يقول وكان قليل النوم بالليل، مو إنما ينام مثل البعض خفافيش بالليل قاعدين، لا ينام. وهذا سلوك المتقين اللي الله يقول عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا الله قاعد يثني عليهم، مو أنا قاعد أثني ولا أحد، الله يثني عليهم. يقول ينامون، مو ما ينامون بس نوم قليل. وتدرون أنتوا القليل هذا أمر نسبي، يعني مثلا قول 60% وأربعين بالأمية، 40% بالنسبة للستين بالأمية قليل يعتبر، 30% بالنسبة لسبعين بالأمية قليل يعتبر. المهم يقول وكان قليل النوم بالليل كثير السهر. كثير السهر مو يعني قاعد الليل كله، لا ينام فترة قليلة يتقوى بها على الطاعة. يقول وكان أكثر لياليه يحييها من أول الليل حتى الصبح، يحييها بعبادة بمناجاة بصلاة. في عندنا بعض الأحاديث في بعض الليالي من أحياها لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ويوم القيامة تقرأ الوصف في القرآن على لسان إبراهيم عليه السلام، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنزين بعد يقول وكان كثير الصيام ويصوم في كل شهر 3 أيام ويقول ذلك صوم الدهر. صوم الدهر معروف شنو؟ الحين خل شهر رمضان شيله، أخذ لك من شهر يعني شعبان وتروح إلى يعني غير شهر رمضان بالنتيجة، تأخذ من شهر شوال إلى شهر شعبان، شيل شهر رمضان اللي الصوم فيه واجب. يقول الإمام علي بن موسى كان كثير الصيام ويلتزم بصيام 3 أيام في كل شهر ويقول ذلك صوم الدهر. صوم الدهر معروف، صيام أول يوم خميس في كل شهر قمري، أول 10 من كل شهر قمري الخميس الأول منه هذا صيامه، والعشرة الثانية صيام أول يوم 4، والعشرة الثالثة صيام آخر خميس منه، هذا يسمونه صوم أو صيام الدهر. بعد يختم يقول وكان كثير المعروف والصدقة بالسر. يعني إذا كان الصوم هذا شيء بينه وبين ربه، وكذلك إحياء الليالي، بس تعال انفتاحه على البشر الناس. يقول وكان كثير المعروف، المعروف وايد مفرداته، برك لوالديك معروف،
تحن على مسكين معروف، تقضي الحوائج معروف، التبسم في وجوه المؤمنين معروف، توقف مع أخوك المظلوم معروف، هذا كله معروف، تواجه الظالم معروف، وايد عندنا. هنا يقول وكان كثير المعروف والصدقة بالسر، وكان أكثر ما يفعل ذلك، يعني الصدقة في السر، في الليالي المظلمة. الليالي المظلمة اللي ما حد يدري هذا فلان شو يسوي يومك الحين، أكثر الحين البلدان والمدن تشوف فيها الشباك، ماكو بعد الحين ظلام، أول خب كانت مظلمة. إذا كانوا بيستنيرون القمر مثلا، إذا كان بدر ما كانت السماء مغيمة، أو مثلا يأخذون الفانوس وقنديل شموع مثلا. هناك يقول أكثر الليالي المظلمة يروح الإمام علي بن موسى ويدفع صدقة السر لمن يستحق. يخلص بالأخير إبراهيم ابن العباس، يقول فمن زعم أنه رأى مثله فلا تصدقوه. يقول اللي يقول لكم شايف مثل علي بن موسى لا، طبعا هذه وجهة نظره، وفيما يبدو أنه تكلم في فترة الإمام علي بن موسى، ما يتكلم عن آبائه صلوات الله وسلامه تعالى عليهم. فهو يقول مثل هالشخص أنا ما شفت. طبعا عنده كلام متفرع طويل، بس هذا مورد الحاجة. هذا الشيء من أخلاق الإمام صلوات الله وسلامه تعالى عليه. ودائما الواحد يتساءل أين نحن من أئمتنا، من سلوكهم، من توجيه. ترى هذا اللي ترفع، هذا اللي يخلي الإنسان صاحب مكانة، صاحب هيبة، صاحب احترام، صاحب تقدير. الناس إذا كانوا في حياتهم هذا موجود يحنون يشوفونه، وإذا مات بكوا عليه، كما يقول الإمام علي عليه السلام خالط الناس مخالطة، إن عشتم معها حنوا إليكم، وإن متتم معها بكوا عليكم. إنزين، هذا الحين النقطة الثانية. النقطة الثالثة رؤية الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه تعالى عليه للحج. بس قبل لا أروح إلى هذه النقطة، شفتوا يمكن أنتوا وسائل النقل والأخبار، الصحف هم نقلت أكو وفد من الكويت قبل أسبوعين راحوا وتشرفوا بزيارة الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، وهذا وفد نظمت هالزيارة جمعية الصحفيين الكويتية، وراحوا هناك. وبعد ما رجعوا، أنا الحين على حد علمي وعدم وجداني لا يدل على عدم الوجود، اللي عرفهم يعني اللي كتبوا ثلاثة من يعني اللي راحوا ومن أهل السنة يعني، وما شاء الله، وكتبوا الكتاب بشكل موضوعي منصف، وهذا اللي عند القلم الحر اللي يشوفه ينقله. بينوا شنو هالروحانية اللي شافوها في زيارة الإمام علي بن موسى عليه السلام، وشنو من حركة دينية موجودة هناك، حركة سياحية، مدينة رياضية، مدينة اقتصادية، فتح الأبواب للمستثمرين. هذا القلم المنصف، وإحنا نقول كان زين يعني هذه مثلا هم تروج في المناهج الدراسية، في الأعلام، في الأوقاف، في وزارة التربية، في الصحف. هذه الأقلام الحرة إحنا اللي نبيها، نبي الواحد الموضوعي المنصف، حتى لو يختلف معاي بمذهب، حتى لو يختلف معاي بدين، حتى لو يختلف معاي بتوجه، بفكر، تنظيم، حزب، ما شئت فعبر، بس وقت الكلام يكون الكلام موضوعي، الكتابة تكون كتابة منصفة موضوعية. هذا المطلوب، لأن لو الناس تعرف الإمام علي بن موسى سلام الله عليه، الطلبة، التلاميذ في كافة على الأقل الحين هالتقدير، هالكلمات اللي سمعتوها من قليل، هالخلق، هالمكارم، هالانفتاح، العلاقة مع الله، العلاقة مع النفس، العلاقة مع الآخرين، العلاقة مع الخدم، العلاقة مع طبقات المجتمع، يتربون ويعرفون من هو هذا الإمام ومن شيعته. ما كنتوا تشوفون عدم الاحترام والتفريق وسفك الدماء والعداوات والتفجير وغيرها اللي آخرها أمس في مدينة الكاظم بجوار قبر الإمام موسى بن جعفر، قبر الإمام الجواد عليهم السلام، أكثر من 12 انفجار متسلسل ورا بعض. يمكن وصلت للبعض مقطع اليوتيوب، وصل للبعض أن واحد قاعد يصور والانفجار يقول يا الله، الله سترك. أكثر من واحد، أنا الحين وصلني قلة استعمال الحين أنا عندي في اليوتيوب وغيره، بس الكثير وصل لهم انفجار متسلسل. هذا التنظيمات الإرهابية اللي قاعد يلمعون فيهم البعض ليومك هذا بالأعلام،
بالتلفزيون، بالصحف، بوسائل التواصل الاجتماعي يسمونهم تنظيم الدولة الإسلامية. أول شيء لا دولة هذيل ولا سلوك إسلامي أصلاً عندهم. أبسط ما فيها المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هذيل الناس سالمين منهم؟ المسلمين سالمينهم؟ قاعد يقتلون المسلمين ويذبحونهم، وأبشع صور القتل والذبح والترويع. فهذا اللي تشوفه، لو كان أكو نشر فراغ موجود، تهميش لأدوار الأئمة عليهم السلام، لأخلاقهم، وايد أكو جهات مقصرة في ذلك. فحلو أن لما الواحد يروح ويكون على مقربة، وكان زين بين الفترة والثانية نشوف يسفرون بعض المتفوقين ويودونهم برحلات وسفرات، خلي يخلون حق جيل الشباب خاصة خليط منهم كافة المذاهب والتوجهات والاهتمامات والأنشطة، سفرة إلى مشهد، هم سفرة دينية، سفرة سياحية، على مقربة يشوفون الثقافات الموجودة، ودعوات قاعدة تصير من جهات هناك موجودة من البلد هني داخل. شيء طيب، واللي بس يسمع من جهة واحدة، يسمع مثلا قناة الوصال، قناة الصفة وغيرهم من القنوات اللي تبين ما تلمع إلا لفكرهم، أما الشيعة وغير فيطلعونهم بأبشع صورة، وهذا شيء مغريب عنكم إذا ما شفتوا سمعتوا على أقل تقدير. على كل حال، فهذا الإمام علي بن موسى سلام الله عليه نبذ من أخلاقه ومن معالي صفاته صلوات الله عليه. النقطة الثالثة، رؤيته عليه السلام للحج. وايد الإمام متكلم عن الحج، وايد من الأمور اللي احنا لما نروح الحج والعمرة ترى اللي مقررها الإمام علي بن موسى سلام الله عليه من الأحكام، بس أنا بنقل رؤيته. عنده رؤية خاصة للحج، مو أنه والله شنو تسوي وشنو تفعل، مثلا الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، لا، مو الأحكام الواجبة. لا، يتكلم الحين من رؤية ثانية، العبادة من خلال نظرة خاصة. بيقول لك شنو الحج؟ يقول إنما أمروا، أمروا يعني العباد أمروا بالحج، إنما أمروا للحج، أو إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل. الوفادة له بمعنى الإقدام على الشيء أو الإقبال على الشيء. الوفد يقول هذا وفد إلى، مثلا وفد خليط من الناس يفدون أو يقبلون أو يقدمون على مثلا ملك، أمير، مسؤول. وتقرأ في القرآن الكريم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يقول الله يحشر المتقين يوم القيامة وهم ركبان متوجين مكللين بكل خير. فهني يقول وفادة، أنت مقدم على الله، مقبل على الله عز وجل. يقول إنما أمروا بالحج لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة. طلب الزيادة شنو؟ بدعائك، بحجك، بصلاتك، بقراءتك القرآن، باستغفارك. الله يقول واسألوا الله من فضله، وأنت رايح لبضيافته، ضيافة زمانية في أشهر الحج، ضيافة مكانية، رايح عند بيت الله الحرام، ما يرجع الواحد إلا مملوء اليد، وأقل ما يرجع به الحاج أن يحفظ في نفسه وأهله وماله وولده. إنزين، بعد هذا اثنين، طلب الزيادة. ثلاثة، يقول والخروج عما اقترف من الذنوب تائبا إلى الله عز وجل، من حج ولم يرفث ولم يفسق كان كيوم ولدته أمه. نظيف، صفحة بيضة بعد، ما عنده شيء. والحديث مطول، يكمل الإمام علي بن موسى سلام الله عليه إلى أن يصل فيقول مع ما في ذلك، يقول هذا بالإضافة إلى مع ما في ذلك، يعني بيتكلم عن شيء هذا محسوم وخالص ومقرر. ولازم تدرون أن هذا على حد تعبيرنا يعني إحنا اليومي أنه جارنتي، هذا الشيء موجود ما يحتاج بعد، بس الإمام قاعد ينبه عليه. يقول مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع. الله يقول ليشهدوا منافع لهم. الإمام الصادق يقول هالمنافع منافع الدنيا والآخرة. التاجر يستفيد هناك، يكون له علاقات مع ناس، يقول أنا عندي تجارة، عندي والله مثلا سفرات، وعندي صفقات، وعندي عقود مع ناس، علاقاتي ممتدة، هذا يستفيد.
الفقير إذا دروا الناس هناك إنه فقير هم يمدونه يوقفون معه. المهم الواحد ما يرجع بخيبة، خير الدنيا والآخرة ليشهدوا منافع لهم، أطلقها هني القرآن، لا قال منافع دين ولا قال منافع دنيا ولا قال منافع آخرة، معناته الإطلاق. الكلمة إذا جردت من أي وصف من أي قيد تفيد الإطلاق. إنزين، فهني الإمام عليه السلام يقول مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع في شرق الأرض وغربها، الكل يستفيد لما يروح هناك. بعد لمن في البر والبحر، أكو ناس سكنت جزر، مسلمين سكنت جزر لإندونيسيا، فلبين، مالديف، سيلان، وايد هذول مسلمين هناك أيون، هذول سكنت جزر، سكنت البر يستفيدون، سكنت البحر يستفيدون، ممن يحج وممن لم يحج. إنزين، ممن يحج الحين عرفنا يستفيد، ممن لم يحج شنو؟ لما ينقلون لمثلا صفقات تجارية، دعوات الناس إن ذكرناك، يعني واقعا فيها منافع. يقولوا له والله شفنا هناك كافة الحضارات، الثقافات، المذاهب، المشارب، الميول، التوجهات، الطقوس، كلها مجتمع عند بيت الله الحرام في ذاك المكان، فالكل يستفيد بالنتيجة. شوفوا الإمام رؤية سلام الله عليه، مرؤية مغلقة بس تعال، والله هذه العبادة ما تدري شنو أكو من وراها، شنو البعد لهذه، ما وراء هذه العبادة. هني قاعد يثير الفكر الإمام سلام الله عليه. بعد يواصل يقول مع ما في ذلك من التفقه، تروح وتتفقه. وايد من الناس لما راحوا الحج رجعوا دينهم صار غير شكل، استقامتهم استقاموا أكثر، عرفوا أحكام الوضوء، أحكام الغسل، أحكام الشك، قاموا يهتمون بعباداتهم المالية، الخمس، زكاة الفطرة، علاقاتهم مع والديهم، مع الأموات، مع الأحياء، مع الأرحام، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، العيال مع آبائهم، الآباء مع عيالهم، هذه كلها فائدة وثمرات موجودة هنا. يقول مع ما في ذلك من التفقه، يتفقه الواحد. بعد هني المهم، ونقل أخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية. تروح هناك تشوف ناس يتكلمون عن النبي والعترة عليهم السلام، عن مناقبهم، عن مظلوميتهم، عن علومهم، عن معارفهم. في منى خاصة الإمام الباقر عليه السلام أوصى بأن تندبه نوادب 10 أعوام في منى. ليش؟ لأن في من الناس قاعدين الأعمال تشوفها في مكة، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، هناك قاعدين في منى في خيامهم، فلما يسمعون مناقب العترة، مظلومية العترة، ينقلون الناس إلى العالم، والله أهل البيت احنا ترى هذيل مقصينهم وما ندري عنهم وتعتيم، هذيل اللي الله قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شوف بعد نظر الإمام سلام الله عليه، وهذه مهمة الرسالة اللي قاعد تكلم الإمام فيها. يقول هذا علة الحج، يقول سبب الحج، هذا من أسباب الحج التفقه، من أسباب الحج أن تسمع هناك أخبار الأئمة وتنقل هذه الأخبار إلى أهلك، إلى مجتمعك، إلى قومك. واليوم وسائل التواصل منتشرة، في النت رسالة واحدة توصل وتعبر القارات والمحيطات وكل العالم. زين، خلنا نوقف إلى بعض على بعض نقاط بس سريعة. أكو الحين بالحج عندنا أمور هامة لازم نوقف عندها. النقطة الأولى، وايد من الناس قاموا يتكلمون عن تثبيت يوم العيد، وهذا مو صح. إذا أنت معتمد على فلكي أو أكو فقيه أثنين معتمدين على قول الفلكيين، ترى أول شيء الفلكيين مو واحد، هذا واحد. رقم اثنين، أغلب الفقهاء النسبة الحين جدا نادرة، ان اغلبهم اكثرهم يشوفون الرؤية. ليش احنا قلنا في شهر رمضان 3 شهور مهمة، شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة، لان تترتب عليها عبادات، تترتب عليها وظائف. اذا والله ثبتت هذه بالرؤية بالوسائل المشروعة التي اتفق عليها الفقهاء، نعم 4 ذي الحجة، اذا لا 5 ذي الحجة، ايا كان الرقم، بس الرؤية مو هالاستعجال. وقاعد ينشرون إن خلاص ترى يوم العيد كذا، يوم عرفة كذا، لا مو بهالسهولة هذه، لا يجب أن تحترم الآراء الأخرى. على الأقل اللي ينقل هالرسالة يقول مع الاحتفاظ أن هناك آراء تختلف مع هذا الرأي، أقل ما فيها.
احترام الآخرين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وايد في من الأمور المستحدثة، الجسر مثلا صار طابقين، هذا الجسر الحديدي اللي مسوينه بالطواف، فلازم كل واحد يعرف تكليفه، فقيها شنو يقول، مرجع شنو يقول في ذلك. الحين مثلا إذا قاضي الديار المقدسة أعلن شهر ذي الحجة أنه بدأ في يوم على خلاف مثلا الرؤية، كل فقيه عنده رأي معين، وكل واحد اللي رايح من الحج يشوف مرجع مقلد ماذا يقول في ذلك. نفس الشيء المستحدثات، الرمي مثلا، رمي الجمار من الطابق الأرضي صار الحين غير، في سرداب، في طابق أول ثاني ثالث رابع، يصير ولا ما يصير؟ التوسع التعريض مال نفس الجمرة، يصير ترمي من كل جهة ولا لازم الجمرة القديمة الأولى؟ لازم أعرف رأي فقيهي. الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الذبح خارج حدود منه، ننظر ماذا يقول الفقهاء في ذلك. فهذه مسألة هامة. النقطة الثالثة، نتعلم من دروس الحج لما نسعى بين الصفا والمروة، نسعى لتقدير المعيشة، بسنا أن نكون والله في عالم الكسل والعجز والربادة، هذا قاعد يعلم دروس، قاعد تعطي. تروح تنفق المال في الحج معناه شنو؟ انبذ البخل، ابسط ايدك للناس المحتاجة، تذكرك بخير، لا تبخل على نفسك وأهلك وبيتك. وايد من الناس، من الزوجات، يشتكون على أزواجهم من البخل، بخل زايد، وبعضهم الإسراف الزايد. فالحج يعلم الكرم وبسط اليد والجود، يعلم الشجاعة لما تروح ترمي الجمرة بنفسك، ما تخاف والله أن تيك مثلا حصوة من هالجهة ذيك الجهة، يعلم التواضع، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. زين، هذا من الدروس يعني. ها ثلاثة. أربعة، الحج مظهر من مظاهر القيامة، مظهر من مظاهر الآخرة، لما يطلعون الناس من مزدلفة، يطلعون من عرفة، شوف شلون كلهم بثيابهم البيضاء كأنهم خارجين من الأكفان، رايحين إلى ربهم، يستعدون للحساب. سورة الحج بدايتها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يتكلم عن يوم القيامة. وفي آيات تكاليف الحج في سورة البقرة يقول واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، هذا لما تكون أنت بالحج تذكر الحشر يوم القيامة. بعد من جملة الأمور أيضا تذكر خلق النبي صلى الله عليه وآله، تحمله، كيف تحمل المشركين هناك، كيف هاجر من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. مكة المكرمة هناك المسجد الحرام منطلق لإسراء النبي صلى الله عليه وآله، إلى وين أسري به؟ إلى المسجد الأقصى. الواحد يتذكر قضية الأقصى لما يكون هناك، يقول هذا منطلق مسرى النبي صلى الله عليه وآله. شنو حال المسجد الأقصى؟ شنو حال فلسطين؟ ما حال المسلمين؟ إلى متى يسيطر الصهاينة وعملاء الصهاينة هناك؟ هل من مسلم؟ هل من متحرك؟ هل من غيور؟ لازم القضية تكون وحدة، العدو مشترك. هذيل الناس اللي رايحين يحجون كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، يجمعهم رب واحد، نبي واحد، قبلة واحدة، صلاة واحدة، صيام واحد، ها، قرآن واحد، بس متشتتين. ليش ما يخلون عدوهم المشترك واحد؟ الصهاينة عدو مشترك، داعش، الإرهابيين، هذيل كلهم أعداء مشتركين لهم. قبل كم يوم على مكان طوفة هنا عندنا في البلد كاتبين احنا بانتظار خليفة المسلمين ابي بكر البغدادي، هذول تابعوهم، امن الدولة، المباحث، اجهزة وزارة الداخلية، من وراء ذلك؟ من اللي مجرئهم؟ من الشخصيات الدينية اللي وجهوا لهم ايضا رسالة، قاعد يكتبوا له السبئي، المجوسي، الزرداشتي، الرافضي، جايينك وجايين حق اتباعك. هل بالفعل وراهم أكو ناس العدو مشترك يكون؟ هذا اللي يخربون ويدمرون العالم، يعبرون الحدود، ما يحترمون لا حدود لا أعراف لا قوانين لا دساتير لا حريات لا شيء، صايرين العالم يد واحدة. ولا بس اللي نسمع 30 دولة تريد أن تساعد مساعدة عسكرية للعراق، الحين خل الحين في مسألة العراق شيء طيب، بس هذا العابرين لكل العالم، قاعد يتحركون الأنظمة والشعوب يعني كل العالم من أجل القضاء على هؤلاء التنظيمات الإرهابية، داعش وغير داعش في ذلك. وحقيقة سرنا هذا الخبر اللي قبل كم يوم هم قريناه، أن ميزانية رصدت من أجل وضع حاجز
علشان لا يتسللون إلى الحدود هنا عندنا في البلد، وهذا شيء طيب طبعا، وإذا نفذ أمر حسن وباعث على أطمئنان أهل البلد، وهذا للنبي هم يكون أهل جميع بلدان العالم مطمئنين ومستقرين من جور هؤلاء ومن سفك دمائهم ومن ظلمهم، لأنهم واقعا غدة سرطانية جرم غريب. حرام أن يكونون هذيل من البشر، وحرام أنهم يكونون من الأحياء في واقع الأمر ما لم يهتدوا ولم يعتدلوا ولم يرجعوا إلى رشدهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اقض حوائجنا، استجب دعواتنا، اشف مرضانا لا سيما المنظورين، اغفر لنا ولوالدينا ولأهل الإيمان الأحياء منهم والأموات، اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين والمسلمين، ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة النبي وآله سادة الكرام. غفر الله لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.